وكله في جانب ايضا من التحذير خوفا على منتخب مصر، بيحذروا المنتخب من بعض النقاط السلبيه، وده دور النقد البناء، انك تنتقد تقول يا جماعه خلوا بالكم في هنا سلبيه، خلوا بالكم منها عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب. هو ده دور الصحافه، هو ده دور الاعلام المصري. تمام، نبتدي بالاهرام. بتقول ايه؟ المنتخب يذاكر جنوب افريقيا خلف الابواب المغلقه، اجير يطالب اللاعبين بقبول التحدي ويحذر من الاستهانه بالمنافس. حلو قوي حته ان هو يحذر بالاستهانه بالمنافس، ليه بقى؟ لان جنوب افريقيا فعلا عملوا مستوى حتى الان في البطوله سيء سيء فعلا، نتائج ومستوى، هم صعدوا كافضل توالد بثلاث نقط بس، ثلاث نقط، خسروا ماتشين وكسبوا مباراه بالعافيه. فممكن يكون ده يديك انت ايه اريحيه شويه كلاعب في منتخب مصر كعضو في الجهاز الفني، ان لا المواجهه دي هتبقى سهله، المواجهه دي حتى لو احنا وحشين هنكسب. لا، يبقى تفكير خاطئ جدا جدا، لازم تركز جدا كلاعب وكمدير فني وكجهاز فني، وتحاول انك ايه، انك يكون هدفك من خلال المباراه دي ارسال رساله جديده لكل المشاركين في البطوله، ل 16 منتخب اللي هيصعد منهم لدور الثمانيه، ان انت عينك على اللقب، مش عشان بس بتلعب في ارضك وسط جمهورك، لا، عشان انت تستحق، عشان انت عندك قدرات قويه، وعشان انت امكانياتك كبيره، وعشان انت ادائك كويس، وده اللي احنا مستنيينه في مباراه دور ال 16. وعندنا امال كبيره جدا من المنتخب المصري، جهاز لاعبين، ان هم هيمتعوا الجماهير بدايه من دور ال 16، ده باذن الله اللي هيحصل. تمام؟ فاجري كمان كلامهم اللاعبين كلام تحفيزي، وبيقول لهم عايزين نقبل التحدي، وعايزين نثبت ان احنا منتخب كبير، واحنا ان شاء الله متفائلين بيكم، وكلنا باذن الله بندعمكم، لاعب وجهاز فني بالكامل، ومنتخب مصر بالكامل، واي مسؤول عن منتخب مصر، اي مسؤول عن منتخب مصر الفتره دي لغايه يوم 19 احنا في ظهره.